كانت الرشة مادة شعبية للفلل والبيوت أو ما ظل عمر. مصدرها كان نجي شركة الجبس، لكن عليهم سروات وطلب فصار فيه شورتش كبير. حاولت شوف المادة وشي، ولا مادة كلها حصى بجروش، لكن وين تجيب حجر تجرش؟ يبغى جرش. هات خط معي كيس في عيالات استغفر الله. قال لي واحد من السواقين اللي عندنا حق السيارات، ترى هذه اشوفها واجد في الشرقيه. وين اشوفها فيه؟ قال اشوفها في المصانع حق الحجر، تبقى هذه عندهم وتبهذلهم شلونها، يدفنون فيها دفان او يبعبونها كدفان، يعني ما لها قيمه. واروح للشرقيه. عمري ذاك الوقت اعتقد اني كنت في المتوسطه، بس دائما اروح الشرقيه، خالتي هناك خالي هناك، فالشرقيه قريبه بالنسبه لي. مرت على ذي ولا قام هذا هذه موجوده، وش سوون بها؟ قالوا حنا نبيع دفان زي رمل، اردب الرمل، الرمل المطلوب، لكن الغبره ما حد يبغى، الغبيره ما حد يبغى. قلت زين، واشوف واحد راعي سياره، وجت اول شحنه وجبت العمال يعبون كيس الاسمنت بنص ريال. قلت بعطيكم ريال الاربع تعبون لي بودره في الغاز. ريال الاربع فرحوا. قلت بس بسرعه اسرعوا ما ابغاها، الطلب واجد والفائده كبيره، يعني بالنسبه المواد الخام لا شيء. جايت مسافه الطريق اجار السياره تقريبا. أترك مع راعي سيارة يجيب لي شحنة ثانية، وشوف لي واحد من أقاربك عنده قلاوي عشان نستريح. الأجاء يقلبها قلب، والعمال يشتغل مثل هذا. طلب طلبية أكياس حق اللي يجيب لنا أكياس فاضية للسمنت، تبغى بودرة كاس بودرة، وهذا حجمها زي حجم شركة الجبس، وهذا اسمها، وهذا اكتب عليها محلات المعجل.